قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاين. على الرغم من عمق العلاقات بين فلسطين والقارة الأفريقية تاريخيا، إلا أن إسرائيل لم يتوقف سعيها للدخول إلى القارة الأفريقية والتغلغل فيها، وما منحها صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي سوى مؤشر واضح لمدى النفوذ والفعالية والانخراط في القارة السمراء والاقتراب لرصد المغرب العربي، ما يستوجب تسليط الضوء على الأسباب والأدوات. وعليه نسأل، لماذا تراجع التأثير العربي في الساحة الأفريقية؟ وهل التقاعس العربي ترك المجال مفتوحا أمام إسرائيل؟ ما هي المخططات والمكاسب، وهل ستحولها إلى منصات وهندسات سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية؟ وكيف تتحرك الجزائر رافضة لهذا القرار؟ وماذا عن حقيقة مواقف الاتحاد التاريخية تجاه القضية الفلسطينية؟ قضيتنا نطرحها على ضيفينا هنا من تونس، الجمع القاسمي الكاتب والباحث في الشأن السياسي. أهلا بك أستاذ القاسمي. ونرحب من الجزائر بالأستاذ الصادق بقطايا. أهلا بكما ضيفينا الكريمين. أبدأ معك أستاذ الجمعي، إسرائيل أعلنت حصولها على صفة عضو مراقب بالاتحاد الأفريقي، قالت إنه حصاد عمل أو عمل عليه من قبل الدبلوماسيين الإسرائيليين منذ نحو عقدين من الزمن. أي دلالات لهذا الإعلان، وما هي المخاطر لهذه الخطوة؟ ما حصل هو اختراق سياسي بدلالات عسكرية وأمنية وكذلك أيضا اقتصادية. لو إسرائيل استطاعت أن تحقق هذا الاختراق في قرار أحد الجانب اتخذه الاتحاد الأفريقي، رأينا خطوة الجزائر، علنا بذلك الجزائر تستعين ذلك الدور الذي لعبته في إفريقيا وما زالت تلعبه. الجزائر تستعين ذلك الدور الذي لعبته في إفريقيا وما زالت تلعبه، إيجاد دروع قوية لمنع إسرائيل من التغلغل، التغلغل الصهيوني في القارة الإفريقية. ونتمنى أن يتواصل في سياق عمل عربي أكثر. الآن هناك حوالي 7 دول عربية رفضت هذا القرار وأدانت هذه الخطوة أحادية الجانب التي أقدم عليها مرسي فقي. إذن الآن نريد أن تتضافر الجهود أكثر فأكثر لسد تلك الثغرات، أن تفعل يمكن أكثر عمليا هذه الجهود لنصل إلى إبعاد إسرائيل كما يقال عن الاتحاد الأفريقي. هل تسمح لي، لأنك ذكرت الجزائر أستاذ الجمعي، وهنا نسأل السيد بقطايا من الجزائر. أستاذ بقطايا، يعني انضمام إسرائيل للاتحاد الأفريقي لا يمكن أن نضعه بخطوة بروتوكولية بشكل عبثي، بل هنا نتحدث عن خطوة كارثية هي طعنة للشعب الفلسطيني وكذلك لحقوقه وقضيته العادلة. برأيك ما هي المخططات، المكاسب الإسرائيلية، وهل ستحولها إلى منصات وهندسات سياسية واقتصادية وكذلك أمنية وعسكرية كما قال الأستاذ الجمعي؟ أولا، إسرائيل العدو الصهيوني ما فتي الله، ويحاول بكل الطرق والوسائل أن يتغلغل ويتمدد دبلوماسيين على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى أفريقيا. والمحاولة التي قامت بها إسرائيل أخيرا بتقديم طلب إلى الانضمام للاتحاد الأفريقي ليست هي الأولى. إسرائيل تحتل أرض ليست أرضها وتعتدي على الشعب الفلسطيني وتحرمه وتمنعه من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة. الآن الموقف الحالي، وهو هذا الموافقة جاءت بغفلة من الاتحاد الأفريقي، الآن فيه محاولة جدية لوقف طلب الكيان الصهيوني بأن يكون له مقعد عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، الذي ليست له أي علاقة لا بالانتماء الأفريقي، ولكن في الإطار الاستراتيجي السياسي إسرائيل تريد أن تتسلل إلى الاتحاد الأفريقي الذي وقف طيلة حياته منذ منظمة الوحدة الإفريقية مع الشعب الفلسطيني وقضية الشعب الفلسطيني، وكان الرئيس ياسر عرفات رئيس منظمة أهل الفلسطيني هو الشخص الوحيد الذي يأتي إلى القمة الأفريقية ويلقي كلمة باسم الشعب الفلسطيني إلى جانب الأمين العام للمتحدة. اليوم الجزائر أخذت موقف مع جنوب أفريقيا، وهناك محاولة جادة وجدية
وقد تكلل بالنجاح، لأنه الآن يلزم 19 دولة من أعضاء الاتحاد الأفريقي يرفضون أن تكون لإسرائيل مقعد في الاتحاد الأفريقي. الآن الدول العربية حوالي 7 بلدان باستثناء المغرب الذي رفض أن يوقع بالاعتراض على حصول الكيان الصهيوني على مقعد في الاتحاد الأفريقي باستثناء المغرب الذي رفض أن يوقع بالاعتراض على حصول الكيان الصهيوني على مقعد في الاتحاد الأفريقي، وهذا الشيء يساعد المغرب لأن الأهداف والاستراتيجية واحدة. المغرب الآن لها علاقات كبيرة مع الكيان الصهيوني في تبادلات، وهي علاقات قديمة منذ زمن. إذن الجزائر مع جنوب أفريقيا، هناك الآن بلدان المغرب العربي، ليبيا إلى جانب مصر، تونس، موريتانيا، الجزائر يرفضون هذا المنح الغير طبيعي والغير مقبول من الاتحاد الأفريقي. هناك لازم 19 دولة الآن تقوم برفض قبول إسرائيل كعضو ملاحظ في الاتحاد الأفريقي، وهذا نقاش وسجال سيطول، وقد تنضم دول إفريقية إلى محاولة الجزائر الجادة إلى جانب جنوب أفريقيا بأن يكون هناك 19 دولة توقع على قرار بمنع إسرائيل من الحصول على مقعد. الكيان الصهيوني منذ زمن طويل تلغل في أفريقيا في غفلة. نحن نتحدث عن دول، نعم أنا أسف على المقاطعة، ذهبت إلى التطبيع باتفاقيات أبراهام الأخيرة التي من ضمنها ذكرت المغرب أو حتى السودان التي طبعت مؤخرا مع إسرائيل بالرفض لهذا الدخول الإسرائيلي للاتحاد الأفريقي. ولكن في هنا مسألة أساسية، لماذا هذا التراجع العربي بالتأثير على الاتحاد الأفريقي؟ أليس هو السبب الأساسي للانخراط الإسرائيلي وأيضا التقاعس العربي، ففتح المجال مفتوحا أو ترك هذا المجال مفتوحا أمام إسرائيل لترك هذه الثغرة والعمل بجهد دبلوماسي كما قالت منذ عقدين الوصول إلى هذه اللحظة والحصول على هذه الصفة، أليس كذلك؟ صحيح. عندما يرى الأفارقة البلدان العربية أغلبيتها تقيم علاقات دبلوماسية وتبادل تجاري ووفود وتعاون عسكري، تقول البلدان الإفريقية لماذا تحرموننا نحن من التعامل مع إسرائيل؟ إذن السبب الرئيسي بتصورنا بأن البلدان العربية وخاصة البلدان الأربع الأخيرة، البحرين والإمارات والمغرب، الذين أقاموا علاقات دبلوماسية واضحة في العلن مع إسرائيل، هذا شجعت البلدان الإفريقية. البلدان الإفريقية، الدول الإفريقية هي بلدان هشة غير قادرة على حماية سيادتها والدفاع عليها، وبالتالي البلدان العربية بتعاملها وتواطؤها مع إسرائيل وتخلد نوعا ما عن القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني، البلدان الأفريقية تقول لماذا نحن تحرمون من هذا وأنتم أولى بهذه القضية وأنتم أصحاب القضية تتخلون عنها، إذن نحن لا تمنعون من التعاون. الجزائر من هذا الموقف، ونحن موقفنا ثابت من قضية الشعب الفلسطيني، ولن نتخلى مهما كانت المحاولات والضغوطات والمؤامرات، سنظل كجزائر. ممتاز، وهذا جوهر الموضوع أستاذ الصادق، عدم تخلي هذه الدول التي كانت ولا زالت بمواقف ثابتة ومبادئ ثابتة بدعم القضية الفلسطينية. ولكن في سؤال أيضا يطرح، في ظل هذه الجهود كيف سيؤثر هذا التغلغل في القارة الأفريقية، التغلغل الإسرائيلي أستاذ الجمعي، على الشعب الفلسطيني؟ كيف سيؤثر ذلك على القضية؟ وكيف سيتعاطى قرار الاتحاد الأفريقي مع القضية الفلسطينية حتى على المسارح الدولية؟ دون شك مثل هذا القرار إن تم ولا قدر الله فشلت شؤون الجزائر في وقف هذا الاختراق وبالتالي إلغائه، ونأمل أن يكون النجاح حليف هذه الخطوة. التغلغل الصهيوني داخل القارة الإفريقية ستكون له تداعيات كبيرة، ليس فقط على جانب القضية الفلسطينية، فقط في على مستوى الحضور على مستوى المؤسسات والمحافل الإقليمية والدولية، وإنما على الأمن القومي بشكل عام، وخاصة الأمن القومي العربي الذي أفريقيا هي الامتداد الاستراتيجي للأمن القومي العربي. بقدر ما يتمكن هذا الكيان من إحداث ثغرات هنا وهناك، بقدر ما يضعف الجبهة التي تحمي الأمن القومي العربي، وبالتالي التأثير
على القضية الفلسطينية داخليا وكذلك أيضا على المستوى المحافل الدولي. هذه خطوة في حقيقة الأمر خطيرة وخطيرة جدا، تداعياتها ذات أبعاد استراتيجية تصل حتى إلى المستوى التجاري. هذا الواقع الذي يمكن لا سمح الله إذا وصلنا إليه، كيف يمكن تحدي ذلك؟ يعني في دول عربية طبعت، هل يمكن أن تنساق بهذا السياق؟ علما أنك ذكرت أستاذ الجمعي بأنه المتضرر ليس فقط الفلسطينيين أو الشعب الفلسطيني بل الأمن القومي للمنطقة، ما هي الحسابات المتوقعة بمحاربة أو إبعاد إسرائيل عن الحصول على هذه الصفة؟ أدعو من هذا المنبر الرئيس التونسي قيس سعيد بصفته رئيس للقمة العربية أن يساند الجهود الجزائرية أكثر فأكثر، أن يساند الجهود الجزائرية أكثر فأكثر وعلى مستوى علاقات تونس الإفريقية لإنجاح هذه الخطوة، لأن تغلغل إسرائيل سيغير موازين القوى بأبعادها العسكرية والأمنية في المنطقة ككل، من القرن الإفريقي وصولا إلى المحيط الأطلسي، ويعني بذلك أن الأمن القومي كما قلت سيصبح مكشوفا، خاصرته مكشوفة لدى هذا الكيان الذي بغض النظر عن كل شيء ما زال يرى أن حدوده من النهر إلى النهر، وعلى هذه القوى أن تتذكر دائما أنه إلى غاية الآن الكيان الصهيوني ليست له حدودا واضحة المعالم، وهو بذلك يحاول التغلغل والتوسع ولو في وقت قصير همدا، لكن تخطيطاته الاستراتيجية ما زالت. لابد أن نتحرك حتى لا يقال وكلنا يوم وكلا أطور الأمين. هل هنالك مراجعة يمكن القول أستاذ الصادق برأيك لهذه المواقف العربية نتيجة نعول على 7 دول رفضت دخول إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي بهذه الصفة بصفة مراقب؟ ما المطلوب من هذه الأطراف؟ بأي مراجعة وعلى أي مستويات؟ قرار بقبولها كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي ستبوء بالفشل، لأن الآن في تحرك أفريقي من بلدان أفريقية ما زالت ملتزمة مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة، وكثير من البلدان الأفريقية اليوم يقولون كيف يمكن لهذا الكيان الذي يعبث في الأرض فسادا ويعتدي على الشعب الفلسطيني ويحرمه من حقوقه المشروعة في قام دولته وعاصمته القدس. أنا أعتقد بأن هذه المحاولة بانضمام إسرائيل إلى عضو في الاتحاد الأفريقي ستبوء بالفشل مثل ما بات منذ 20 سنة في كل المحاولات التي قامت بها. دخول الكيان الصهيوني عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي هو ليس خطر فقط على العالم العربي بل خطر على أفريقيا كمنظمة كاتحاد، لأن اليهود عندما يدخلون إلى مكان يقومون بإفساده وإدخاله في فوضى عارمة. إذن اليوم إسرائيل موجودة على حدود الجزائر في غربها في المغرب وهي علاقات بائدة وواضحة، والمغرب رفضت بأن تنضم مع المغرب العربي دون المغرب العربي برفض دخول إسرائيل كعضو مراقب. إذن الجزائر لن تقوم بشهود وسوف لن تتخلى عن هذه الجهود، لأن موقفنا ثابت مع كثير من البلدان الأفريقية، مع مصر، مع ليبيا، مع تونس. هذه كما ذكرنا تغلغل إسرائيل بدقيقة واحدة أستاذ الجمعي، اليوم ما المطلوب يعني بعنوان هذه القضية وما هو المأمول والمتوقع؟ يعني المطلوب تكثيف الجهود أكثر فأكثر لدعم الموقف الجزائري باتجاه صد وإيجاد جدار صد حقيقي على المستوى الإفريقي لإلغاء هذا القرار أحادي الجانب. علينا أن نتحرك أكثر فأكثر على مستوى تمتين الجبهة العربية من بأبعادها المختلفة للتصدي لهذا التغلغل. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.